ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نكمل مخللات رمضان. النهارده هنعمل الليمون والجزر. الفيديو اللي فات عملنا الخيار والارنبيت، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. بس لو اول مره تشوفوني، انا رشا جابر ودي قناتي. انزلوا على طول اعملوا لايك واشتراك في القناه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. النهارده هنعمل الليمون المعصفر بكل تكاته. انا جبت كيلو ليمون وغليته غلوه واحده بس على النار، يعني مجرد ما هو قلب في الميه كده انا شلته ونقعته في الميه لمده 3 ايام وغيرت عليه الميه. انا ما بحبش يعني اخلي الليمون من غير ما اسلقه، حتى مش اسلقه يعني احطه في الميه كده سلقه عشان مسامه تفتح والمراره اللي فيه تطلع. انا هاخد بقى الليمون كده بعد 3 ايام هعمل فيه فتح بالسكينه كده شق. تمام، عندي بقى عصفر وحبه البركه، بحط عليهم معلقه ملح واقلبهم كويس. وبعد كده هحشي الليمون بتاعي بالشكل ده. لو بتحبيه من غير عصفر نفس الطريقه برضو، هتمشي على نفس الخطوات بس ما تحشوهوش. بقى هجيب قرنين فلفل هقطعهم كده حلقات. الفلفل طبعا احنا قلنا ان هو بيدي طعم وريحه للمخلل جميل جدا. هجيب كم قرن كده بارد وكم قرن حراق. الحراق ده انا مش هفتحه عشان ما يحرقليش الليمون قوي، هقطع البارد بالطريقه دي. تمام، هجيب برضو لتر من الميه انا غالياه وسايباه يبرد، وبعدين هحط 3 معالق ملح وهقلبهم كويس جدا. وهاخد معلقه من الفلفل اللي احنا فرزناه مع بعض، الفلفل الاحمر، احطه كده على الميه هقلب كويس جدا. وهحط زي معلقه زيت. تمام، برضو احنا بندوق الملح بتاعنا ونشوف احنا محتاجين نزود ملح ولا لا. انا بحب احط في البرطمان الليمون ورق لورا. بعد كده هرص الليمون بتاعي بالشكل ده واحط طبقه فلفل. تمام، وهكمل بقى البرطمان بالشكل ده. برضو ما تنسوش ان انا هخبطه خبطتين كده عشان الهواء اللي في البرطمان يطلع. تمام، احط كده الحاجه واضغط. طبعا احنا الليمون مش مسلوق فمش هيتهرى مننا. بعد كده انا حطيت الميه واحط على الوش كده معلقه زيت، والليمون بتاعنا هيبقى جاهز. ده ان شاء الله هناكله على رمضان. يلا بينا دلوقتي هنعمل الجزر. انا جبت برضو كيلو جزر وغسلته كويس جدا، وبعد كده قشرته. انا هقطعه بالسكينه كده، وبعد كده هجيب القطاعه بتاعتي وهقطعه صوابع. حابه تقطعي حلقات اي شكل انتي بتحبيه قطعيه. تمام، هقطعه بالشكل ده يبقى مزجزج كده. انا قطعت الجزر اللي عندي كله ورشيت عليه رشه حبه بركه كده، بيديله شكل حلو قوي. هحط بقى في البرطمان بتاعي الجزر، وبعد كده هنزل بشرايح الفلفل، وبحب مع الجزر احط له ورق لورا. تمام، حامله بقى البرطمان بتاعي، وما انساش برده ان انا اخبطه خبطتين عشان يطلع منه الهواء. تمام، حط بقى شوية جزر وبعد كده شوية فلفل لغاية لما البرطمان بتاعنا يتملأ. أنا مجهزة عندي محلول التخليل لتر مية، طبعا مسخناها وسايباها تبرد، وعليها 3 معالق ملح ومعلقة سكر ومعلقة فلفل مفروم. تمام، أخبط كده عشان يطلع الهواء من البرطمان، وأظبط البرطمان بتاعي وأضغط عليه كده، وبعد كده أحط المية بتاعتي وحاول ان المية تغطي المخلل بتاعي. تمام، تمام كده هنزل بالمية بتاعتي وهغطي المخلل بتاعي بالمية كويس جدا. واهم حاجة ان انا اقفل البرطمان كويس. ان شاء الله المخلل ده هنفتح عليه في رمضان، يا دوبك هيكون استوى ان شاء الله. طبعا سفرة رمضان ما ينفعش ما يبقاش عليها مخللات. المخللات طريقتها سهلة وبسيطة ومضمونة في البيت. فيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم الجميلة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.